في عناوين النشرة، روسيا تعلن أن الطيران السوري قصف مستودعا للإرهابيين يحتوي أسلحة كيميائية. الحريري يحذر من بروكسل من أن الوضع في لبنان قنبلة موقوتة. السيدات والسادة، الوضع الحالي في لبنان يعتبر قنبلة موقوتة. طلاب جامعة ران للسفيرة الإسرائيلية. أهلا بكم. ضغط مأساة خان شيخون وما حصل فيها من مجزرة كيميائية بحق الأطفال على مؤتمر بروكسل الخاص بالنازحين السوريين وأثارت المجتمع الدولي والرأي العام العالمي. وجديدها اليوم أعلان وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات السورية هي من قصفت مستودعا ضخما للذخيرة تابعا للإرهابيين يحتوي على أسلحة وذخائر كيميائية. وتزامن هذا الإعلان مع تقديم واشنطن ولندن وباريس مشروع قرار إلى مجلس الأمن للتنديد بالهجوم ولدعوة الحكومة السورية إلى أن تقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم أمس. فيما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من بروكسل أن لبنان لم يعد يحتمل وجود 1.5 مليون نازح سوري على أراضيه، وأن المجتمع الدولي وعلى المجتمع الدولي أن يحتمل مسؤولياته. وأكد أن الوضع الحالي في لبنان هو قنبلة موقوتة، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم الدعم ومساعدتنا على تحمل عبء استضافة النازحين. إذن وزارة الدفاع الروسية تحسم الجدل حول مسؤولية مجزرة خان شيخون وسط استنكارات دولية. لا تزال أصداء مجزرة الكيميائية التي وقعت ظهر أمس في خان شيخون تتفاعل، ووسط تبادل اتهامات بين النظام والمجموعات المسلحة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقاً لوسائل الرصد التابعة لها، قصفت القوات الجوية السورية أمس مستودعاً ضخماً للذخيرة تابعاً للإرهابيين في الأطراف الشرقية لبلدة خان شيخون بريف إدلب. وكان المستودع يحوي ذخيرة ومعدات فضلاً عن العثور على مصنع محلي لإنتاج قنابل محشوة بمواد سامة. وأضاف المتحدث أن المستودع احتوى على ذخائر أسلحة كيميائية تم نقلها إلى البلاد من العراق، مشبهاً أعراض التسمم التي لحقت بالمدنيين في خان شيخون بتلك التي أصابت المدنيين خريف العام الماضي والتي ألقاها الإرهابيون في حلب. في غضون ذلك، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للتنديد بالهجوم الكيميائي. المشروع الذي ينص وفق رويترز أنه يتعين على الحكومة السورية أن تقدم للجنة تحقيق دولية خطط الطيران والسجلات ليوم أمس، بالإضافة إلى أسماء جميع قادة سرب طائرات الهليكوبتر والسماح بدخول القواعد الجوية التي يعتقد المحققون أنها ربما استخدمت لشن هجمات بواسطة أسلحة كيميائية. ومن المرجح بحسب دبلوماسيون طرح مشروع القرار للتصويت اليوم أمام المنظمة الدولية، فيما لم يكن موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غواتيريش بعيداً عن المواقف هذه. أحداث يوم أمس تؤكد وقوع جرائم حرب في سوريا، وأن القانون الدولي لا يزال ينتهك بشكل مستمر. مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً اليوم ونحن نطالب بالمحاسبة، وأنا واثق أن مجلس الأمن سيكون على قدر المسؤولية. كما أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى أن هجوم إدلب الكيميائي بسوريا يمثل جريمة حرب ويجب الرد عليه. ما رأيناه البارحة هزنا جميعا. أقول هذا كسياسية وأم، والصور من سوريا تذكرنا جميعا بمسؤوليتنا في سبيل التوحد بشكل جدي للوصول إلى السلام. هذا وكانت جبهة فتح الشام وفصائل معارضة أخرى دعت إلى إشعال الجبهات ثأرا لضحايا الهجوم الكيميائي، وسط مطالبة الائتلاف السوري بقرار أممي يفرض حظرا على تحليق طائرات الجيش السوري فوق سوريا. فيما نفى الجيش السوري مسؤوليته عن المجزرة مشددا أنه لم يستخدم الأسلحة الكيميائية.
على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور، نشر الإعلام الحربي فيديو يظهر الاشتباكات بين الجيش السوري وحلفائه مع مسلحي تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمدافع، ويحققون إصابات مؤكدة في صفوف مسلحي التنظيم. وعلى أوتوستراد درعا السويداء، قتل وجرح عدد من مسلحي تنظيم داعش لدى تفجير الجيش السوري عبوة ناسفة بمجموعة منهم لدى محاولتهم الفرار من ريف درعا إلى البادية في الريف الشرقي للسويداء. الحريري من بروكسل: الوضع في لبنان هو بمثابة قنبلة موقوتة. قبل مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم سوريا ودول الجوار، عبر رئيس الحكومة سعد الحريري عن إيمانه بضرورة إنهاء النزاع السوري، متهما النظام بارتكاب المجزرة الشنيعة في إدلب، مضيفا بأن الأطفال يقتلون والعالم يكتفي في المشاهدة. وألقى الحريري كلمته الرسمية أمام الوفود المشاركة في المؤتمر، واعتبر أن لبنان لم يعد يحتمل وجود 1.5 مليون نازح سوري على أراضيه، طالبا من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. نمو أو معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان تراجع من 8% سنويا قبل الأزمة إلى 1% في السنوات التالية. الخسائر التي تكبدناها وصلت إلى 18 مليار دولار في العام 2015. 30% هي نسبة أو نسبة تراجع التجارة، ونسبة البطالة بين اللبنانيين بلغت أيضا 30%. الخدمات العامة باتت مستنزفة، والبنى التحتية كذلك. وغني عن القول أن الديون قد ازدادت. بالإضافة إلى كل ذلك، فإن التقديرات تشير إلى أن 500,000 من الشباب السوريين واللبنانيين معرضين للتهديد، و20% من الشباب اللبنانيين يشعرون بالتهديد من وصول اللاجئين السوريين، وذلك قد يؤدي إلى أعمال عنف واضطراب اجتماعي ويؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان. السيدات والسادة، الوضع الحالي في لبنان يعتبر قنبلة موقوتة. مواجهة هذه الظروف الصعبة، واستند الحريري على رواية للتعبير عن الواقع الصعب الذي يعيشه اللبنانيين والسوريين بفعل أزمة النزوح المستمرة منذ 6 سنوات. عبد الله هو مزارع لبناني يعيش مع زوجته وأطفاله 5 في عرسال، منطقة محاذية للحدود السورية. في العام 2011 قرع بعض الأشخاص باب بيته وقالوا له أنهم هاربين من المآسي في سوريا. استضافوا هذه العائلة وشاركوها بيتهم المتواضع. نحن في لبنان نعلم ما هي الحرب، عشنا الحرب ونعلم المأساة التي تنتج عن فقدان البيت. وبعد فترة أخرى قرع باب عبد الله مرة أخرى، ولكن كانت منظمة تقدم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين، لا تكفي بالكاد لهؤلاء اللاجئين، ولا تكترث بالعائلة المستضيفة التي أصلا تتحمل عبء مساعدة اللاجئين. عبد الله الآن يعيد النظر في هذه المساعدة، هو فقير بقدر فقر هذه العائلة اللاجئة، ليس لديه أي قدرة على دعمهم، وهذا السيناريو متكرر بشكل كبير في لبنان. واعتبر الحريري أنه على الرغم من هذه الظروف الصعبة، فإن لبنان كان قادرا على الوفاء بالتزاماته حيال مؤتمر لندن، وهو يستمر في توفير الصالح العام العالمي بالنيابة عن بقية الدول.
رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول في لقاء الأربعاء النيابي: لا تمديد تقني من دون قانون انتخاب جديد. التفاصيل من عين التين مباشرة مع الزميلة جوال الحاج موسى. جوال، أهلا بك. ما هي أبرز المواقف الصادرة اليوم من عين التين؟ نعم شادي، إذن بعد لقاء الأربعاء النيابي نقل النواب عن الرئيس بري أن الذهاب إلى الفراغ هو تطيير للبلد، ولذلك فإن يعني أي تفكير لدى البعض في استسهال لهذا الأمر يعني المزيد من السقوط والانهيار في المؤسسات. وشدد الرئيس بري مرة أخرى على ضرورة الإسراع في التوافق على قانون جديد للانتخاب اليوم قبل الغد، محذرا من الاستمرار في حالة التخبط والمراوحة. قبل لقاء الأربعاء شادي، كان هناك اجتماع لكتلة التنمية والتحرير، حيث يعني حضرت جلسة المناقشة التي ستعقد في الغد على طاولة هذا الاجتماع. وأشارت المعلومات إلى أن جلسة المناقشة في الغد سيكون نجمها قانون الانتخابات الجديد، هذا فضلا عن مواضيع أخرى هي مثيرة للجدل في مكان ما، مثال قانون أو بالأحرى مشروع أو خطة الكهرباء. وفيما يخص قانون الانتخابات شادي، تشير الأجواء إلى التمسك أو تمسك الرئيس بري بثلاثية لا للتمديد لا للفراغ ولا لقانون الستين، فيما أشارت مصادر إلى أن الأيام العشرة المقبلة سوف يعني تحدد مصير قانون الانتخابات الجديد، إذ أنها ستكون حبلة بالتطورات. وأكدت أوساط نيابية أن دائرة الاعتراض تتسع على القانون المقترح من الوزير جبران باسيل. في حديث مع بعض النواب، أكد النائب نوار الساحلي على أن يعني من المنطقي الحديث عن أنه لا تمديد تقني ما لم يكن هناك قانون انتخاب جديد، فيما رأى النائب إصطفين الدويهي أنه يعني وسط هذا السجال في قوانين الانتخاب المقترحة لابد من الهروب من الفراغ عبر اللجوء إلى انتخابات نيابية في موعدها وفقا للقانون الحالي، أي قانون الستين. فيما يلي شادي، سنستمع إلى أبرز ما جاء على لسان النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي. رئيس بري من الأول، يعني احنا وياه كنا حاطين لقاءات ثلاثة، لا للستين لا للتمديد ولا للفراغ، وما زال الرئيس بري حتى هذه الساعة على موقفه. هو يقول لا يمكن أن نذهب إلى مجلس نواب وأن نتقدم باقتراح أو بمشروع إزعاج من الحكومة للتمديد لمجلس نواب دون أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات، وبالتالي التمديد يكون ضمن هذا القانون، يعني لا يكون قانونا على حدة. وهذا الموضوع ما غير رأيه، بالعكس، يعني اليوم كان مصر على هذا الموضوع وكان عم بيحذر من خطورة الفراغ، وبالتالي أن نصل إلى قانون انتخابي على كل أفريقاء خلال مدة أسبوع أو 10 أيام حتى يكون في فرصة لمجلس النواب أن يدرسوا هذا القانون. الرئيس بري حكي كل السياسيين وكل الطبقة السياسية حكت أنه ألعنوا لهذا القانون وشيطنوه ودفنوه. أنا برأيي هذا السيل موجود بالدستور بالمجلس لإجراء الانتخابات، هذا الوحيد السيل، وكلهم بيقولوا لا للتمديد، بدنا نجري الانتخابات بمواعيدها، بدنا كذا. خوفنا نحن اليوم أنه أنا بقول صوتي لكل الناس أنه حرام نعمل فراغ بالبلد، لأنه حنروح إلى المجهول، والمجهول ما حدا بيعرفه شو هو، ونحن عايشين بمنطقة كلها لففة النار. دعا المواطنين الموارنة لإنتاج قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل، ويشددون على ضرورة مكافحة الفساد ووقف الهدر. يأملون أن يكون كل ذلك تحفيزا للبنانيين على المضي قدما في اتخاذ القرارات المؤاتية في شأن ملفات أساسية، وفي طليعتها سن قانون انتخاب جديد يؤمن عدالة التمثيل لجميع المواطنين على قاعدة العيش المشترك والديمقراطية التي تميز نظامنا السياسي، على أن يتم ذلك قبل فوات المهل الدستورية. ويبقى في مقدمة الاهتمامات مكافحة الفساد، ولا سيما هدر المال العام والتهرب من دفع الضرائب، اللذين ينخران الدولة بشكل فاضح وممنهج من قبل الذين يستبيحون حقوق المواطنين من دون رادع.
كيف أفشل طلاب جامعة ران الفرنسية مؤتمر السفيرة الإسرائيلية في جامعتهم؟ بعد الإعلان، الفرصة الأخيرة لقانون الانتخاب. أهلا بكم من جديد. تزداد الأزمة بين حركة أمل وتيار المستقبل على خلفية التعيينات في قوى الأمن الداخلي تعقيدا بعد أن اتخذ وزير المال علي حسن خليل قرارا بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الأمن الداخلي فضلا عن سلسلة إجراءات إدارية في وزارة المالية تطال عددا من الموظفين المحسوبين على تيار المستقبل. فقد أصدر خليل قرارين ينص أحدهما على ألحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها، وفي الثاني قرر إلغاء تكليف السيد مصباح بوعرم كرئيس دائرة المراقبة الضريبية والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة وإعادته إلى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني. وكلف خليل سعيد ليلات مراقب ضرائب رئيسي ملحق بدائرة الرواتب والأجور بالحلول مكان بوعرم. رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن الأيام القليلة القادمة هي الفرصة الأخيرة لإخراج لبنان من أزمة خطيرة. كلام الشيخ قووق ورد خلال احتفال تأبيني في بلدة برعشيت الجنوبية. لأن عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يعني إشعال فتيل أزمة سياسية خطيرة. وهامش المناورة أمام القوى السياسية قد انتهى. لم يعد هناك وقت لمزيد من المناورات السياسية، ولم يعد هناك من خيارات إلا الخيار الأوحد الذي ينقذ البلد، الاتفاق على قانون انتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل. لأن الفراغ والتمديد والستين هي وصفة لأزمة جديدة. حزب الله مع حلفائه، ولن يختلف حزب الله مع حلفائه على قانون انتخابي جديد. لن يكون القانون الجديد سبباً لأي تباعد بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. والنقاش الانتخابي بات ينحصر في حجم ودوائر النسبية في القانون الانتخابي الجديد الذي يضمن صحة وعدالة التمثيل.
اعتصم عدد من أصحاب المصالح الصناعية والميكانيكية في المدينة الصناعية لزحلة احتجاجا على مزاحمة العمالة السورية والمؤسسات السورية للبنانيين، وقطعوا الطريق عند مستديرة المدينة الصناعية الدلهمية بالإطارات المشتعلة، وطالبوا بالإسراع في إقفال المؤسسات والمحلات التجارية التي أسسها السوريون في مدينتهم، كما باقي البلدات البقاعية والتي أصبحت تشكل خطرا وتهديدا لمصالحهم، لافتين إلى أن المدينة باتت تضم حوالي 120 ألف نازح سوري، مما جعل من لقمة عيشهم صعبة المنال. نحن مش ضد الشعب السوري بلبنان، نحن أخواتنا السورية، بس نحن ضد الشعب السوري يلي عم يفتح المحلات العشوائية، نحن عم بيضربنا، نحن بندفع البلدية، بندفع لغرفة التجارة، للمالية، بيجي هو بتقول لهم على الشغلة 1000 دولار بيقول لك ب 30 دولار بعملها، من الأمم بيقبض، من الدول كلها عم بيقبض، كل شيء مأمن له، هالمخيمات العشوائية اللي عندنا هون مين بيعرف فيهم؟ إذا أنتم تعالوا تصوروا بالليل تفرجوا هون وصوروا الإذاعات شوفوا في عندنا هون بالمدينة. عندنا فيها ينظمونا هن شوي يعني اللبنانيين قاعدوا بالبيت وصرنا يشتغلوا. ولكن بيقبض من 10 طارق عاي بيستحوا بقى. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. رسائل للمدعو سليم فخر الدين إلى جنبلاط تضمنت معلومات تاريخية تبقى موضع شك إلى حين ثبوتها قضائيا، فما هذه الرسائل وما مفادها ومن هو أساسا سليم فخر الدين؟ كتاب مفتوح إلى معالي الأستاذ وليد جنبلاط المحترم، بهذه العبارة استهل سليم فخر الدين رسائله الخمس، وهو الذي يعرفه وليد جنبلاط جيدا. بتذكرني بكوبرا، كوبرا كان مع إليح بيئة، إذا إليح بيئة كان عنده يد تضرب هو كوبرا، إذا وليد كان عنده يد تضرب هو أمثال سليم فخر الدين، يعني هودي كانوا عدة الشغل إذا بديك. في إحدى رسائله قال فخر الدين: كيف تسمح لنفسك بأن تحاول فرض تيمور على جزء من الدروز وهو ابن الشركسية الذي لم يتقبله بعد الجو الدرزي، باستثناء الحزبيين الذين يخالفون وصية كمال جنبلاط الذي قال: إذا خيرت بين حزبك وضميرك فاختر ضميرك. ويتابع: أشكر ربي أنني تركت لبنان، وأشكرك لأنك أنقذتني عندما أهنتني وجعلتني أذهب إلى بلدان العالم أتمتع بالحرية التي تفتقدها أنت شخصيا على الرغم من بطشك وجبروتك وتكبرك على الناس. هلأ للشايف أنه وليد جنبلاط مجوز غير درزي وابنه مجوز، ما ابن يعني ولاده لتيمور صاروا شباب، ويمكن هو من اللي احتفلوا بأعراسهم بعرس وليد وبعرس تيمور. هون إذا بدي كده شيء عمل مخابرات. في رسالة أخرى يقول: أغدقت عليك السعودية الأموال، وينقل عن لسان سعد الحريري أنك حصلت على 370 مليون دولار بين عامي 2005 و2009، واندفعت تجاه مواجهة غير محسوبة مع حزب الله وسوريا، وأنا أعرف أين ذهبت الأموال. اشتريت أنت منزل باريس الفخم على نهر السان ب30 مليون يورو، وقطعت الأرض في وطل مصيدبي لإنشاء السنتر التجاري ب120 مليون دولار، وأرض أبو علي بدير ب30 مليونا، والمباني التي حول منزلك في كليمونسو بملايين الدولارات. ولكن ما حدث كشف لنا أن المسألة تتعلق بنفوذك وليس بنفوذ الدروز، وبمصالحك وليس بمصالح الدروز. لا في حدا زعيم بلبنان إلا بده نفسه. إذا ما نحكي من هذا المنطلق، حضرتك كنت وكبته كل الفترة لوالده لكمال جنبلاط، هل كان كمان من نوع الزعماء اللي همه نفسه أو كانت همه الطايفة ولبنان؟ كمال جنبلاط ما إله بتيل، كمال جنبلاط ظلم بلبنان. وكان يختتم كل رسالة بالقول: سأكتفي اليوم بذلك وسأعود إليك في حلقات أخرى، لأننا مجموعة من الموحدين، الموحدين الصادقين غير المتلونين، قررنا أن نعيد التوحيد إلى أصوله، وما نتمناه أن تخرج باكرا قبل أن تخرجك التطورات القادمة. أما الرسالة الخامسة والأخيرة فكانت الأشد وقعا، وجاء فيها: بدأت عمليات القتل لكل من تجرأ على انتقاد ممارسات الإدارة المدنية وشرطتها الأمنية،
فقتل خليل الطويل في بعقلين ومختار شارون والشيخ وهاب شعبان في الرميلي ومحمد حسان في بشامون والعشرات غيرهم، وبلغ عدد الدروز الذين أمرت بتصفيتهم 172 شخصا، رميت جثثهم في الحقول وعلى الطرقات، إضافة إلى فتحك سجونا تعرض فيها الناس بشكل وحشي، ومنهم من قطعت أرجلهم نتيجة الضرب والإصابة بالغرغرينة. والأبشع أن أحد هذه السجون كانت في منزلك في المختارة التي يفترض أن يشكل بيتا لحفظ كرامة الدروز، فإذا به يتحول إلى سجن لإذلالهم. كان في مكان يحتجز فيه أشخاص لفترة بسيطة، مش كان أنه جرائم يرتكبها، يعني مثلا يعتقل واحد أنه يأكل حق تاني. وتابع في الرسالة نفسها: لا أقول أنك كنت وراء قتل أنور الفطائري، فربما قتل بخطأ ما أو بحادث ابن ساعته، ولكن التصرفات التي قمت بها قبل وبعد مقتله تظهر شيئا غريبا. أنا لا أظن ذلك، بعرف أنا علاقته مع ما هو بحاجة ليعمل هيك. أنور الفطائري كان له ولاء له، بس له وجهة نظر، بس هالوجهة النظر لا تفسد هالعلاقة وما توصل إلى القتل. هذا هالجرائم هاي هلا إذا بدك تعتبر هيدي إبلاغ، يتحرك القضاء اللبناني ويحط إيده على الملف، ما بده شيء أبدا. واختتم فخر الدين رسالته الأخيرة بإلقاء السلام على من اتبع الهدى قائلا: ولنا يا أستاذ وليد معك لقاءات أخرى. وربما عنا في عبارته لقاءات قضائية. لائل سعد، قناة الجديد. مناقصة استئجار البواخر أطلقت، والوزير السابق وئام وهاب يؤكد فسادها. وانطلقت رحلة إصلاح الكهرباء من باب فتح مناقصات لاستئجار بواخر مولدة للطاقة. المناقصة التي تبدأ في الأول من نيسان وتنتهي في 18 منه تغطي بحسب مصادر قانونية المهلة التي ينص عليها القانون، وهي 15 يوما، على الرغم من أن 17 يوما التي تمتد عليها المناقصة يتخللها أكثر من 5 أيام من الأعياد، ما يخفضها إلى 12 يوما، لكن القانون لا يتطرق إلى موضوع أيام العمل وسواها. أنا بالأول بس شفت الإعلان خاصة حاطينه بأول نيسان فكرت كذبة، يعني ما توقعت يكون مناقصة بهالحجم ينعمل مدة رغم قانونية المدة بهيك مدة. هاي المدة ممكن تجي تعتمدها أنت كوزير إذا بدك تجيب قرطاسية، إذا بدك تجيب قهوة يا خي لمكتبك، بس إنه مشروع 1,600,000,000 دولار بمناقصة 15 يوم فيه نص عطلة، إذا بدك تحكي مع حدا برا بهاي العطلة وبالفصح وكذا تيرد عليك يمكن يخذ له معه شهر زمان تيدرس دفتر الشروط، ما حدا بيحكي مع حدا. لا تقف غرائب المناقصة هنا، بدءا من الحديث عن القدرة على خفض التكلفة، وصولا إلى الحديث عن أن الخطوة هذه تلغي فاتورة اشتراكات المولدات. السعر المحدد غالي، مش يعني 5 سنت ونص يمكن أو شيء، في ناس بيقولوا لك أنا بجيبه بأربعة، يعني كان لازم نعمل استدراج عروض جدي عم بيزيدوا 42% على التعرفة وإنه منلغي لكم الفاتورة الثانية، مش صحيح الحكي. نحن فينا نجيب مع الباخرتين مع كل مع الباخرتين ومع بدك تعمل دير عمار وبدك يمشوا ينتظموا الجي والزوق وكل هذا ممكن نوصل لعشرين ساعة، بس 20 ساعة ما بتلغي فاتورة الموتير لأنه في 4 ساعات. بحسب وهاب المناقصة محسومة والرابح معروف. بيّنت القصة أنه الباخرتين محجوزين وخلاص ما في إلا, إلا, إلا يجوا. مبروك لسمير دومت، مش الحال. سمير دومت هو يعني يمكن كان نقيب مهندسين ومسؤول بطيار المستقبل وأصحاب يمكن مع دولة الرئيس الحريري. يؤكد الوزير السابق ثقته برئيس الجمهورية ونزاهته. نتنبه جيدا من بعض اللي جايين على السلطة واللي معتبرين انه ممكن يقدروا يعوضوا خسائرهم بلبنان. يعني ماني مقتنع هلق اللي كسر شركة بعشر عشرين مليار دولار يعني انه قدر يدير دولة. ملا اللبنانيون مغارة الكهرباء التي تخفي بعتمدها ملفات فساد، حيث الداخل إليها طفران والخارج منها مليان. حسان الرفاعي، قناة الجديد. بعد تمديدين للمجلس النيابي، هل يصبح التمديد الثالث أيضا ثابتا؟ في الموضوع الأول الأساس الذي تناولناه سوية يتعلق في
ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي كان يجب أن نتوصل إليه. خطاب التمديد هذا ليس منقولاً مباشرةً على الهواء على الرغم من مطابقته التامة لخطابات النواب اليوم، إنما مضى عليه 4 سنوات حينما أخبر السنيور المواطنين بأنه لم يجري بعد الاتفاق على قانون الانتخاب وأعلمهم ببوادر التمديد. الطروحات المختلفة التي تم التداول بها والتي لم نتوصل كلبنانيين إلى التفاهم على قانون بديل لقانون 60. في ذاك اليوم أسكتت الكهرباء بانقطاعها ذرائع السنيورة، لكنها لم تقطع الطريق أمام التمديد. أنت مضوي ماشي الحال. نحن بدنا الانتخابات النيابية بموعدها، وما بدنا التمديد لمجلس النواب. نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، هذا التزام. ولا تمديد، لأنه بكفينا، غلطنا أول مرة، ما رح نغلط ثاني مرة بمواضيع مثل هيدي. التمديد الأول جرى والثاني أيضا، والنواب يجمعون على رفضه، فكيف أقر التمديد إذن؟ خذوا أسرارهم من نديم. كل الطاقة الحنك اللي طقيناه بآخر 6 شهور أدى لليوم لاضطرارية تأجيل وتمديد لمجلس النيابة. خطأ التمديد تكرر مرتين، أما الثالث الذي وصف بالتقني فبدأ يلوح في الخطابات، علما أن التمديد التقني عبارة كان لها حيز في قاموس التمديدات السابقة. موقفنا واضح بهالمسألة، لا لتمديد للمجلس لإجراء الانتخابات بوقت قريب جدا مع تأجيل تقني بسيط. وفي عام 2013 أكد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن لا بأس في التأجيل التقني 3 أو 6 أشهر شرط التوافق على قانون انتخاب جديد، كلام يتكرر بعد 4 سنوات والذرائع نفسها. سموه باللغة اللبنانية تمديد تقني، لأن هناك استحالة أن تقوم وزارة الداخلية بعملها بشهرين أو 3 أشهر. في تأجيل تقني رح يحدث، لأنه أي قانون جديد بده تحضيرات. غياب قانون انتخابي جديد والأوضاع الأمنية شماعتان رفقتان دائما تصريحات التمديد، لكن الأغرب إصرارهم على ضرورة احترام المهل الدستورية، مثل يلي قتلوا القتيل ومشيوا بجنازته. ليال بوموسى، قناة الجديد. كان في النشرة روسيا تعلن أن الطيران السوري قصف مستودعا للإرهابيين يحتوي أسلحة كيميائية. الحريري يحذر من بروكسل من أن الوضع في لبنان قنبلة موقوتة. السيدات والسادة، الوضع الحالي في لبنان يعتبر قنبلة موقوتة. طلاب جامعة إيران للسفيرة الإسرائيلية. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء.